السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بي تي سي وورلد عالم البيتكوين؟ بهذا الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن قرار رفع الفائدة اللي راح يصدر بعد 4 ساعات من الآن. طبعا راح أتكلم كمان عن ارتفاع مترقب لعملة تيرا لونا 2.0. أما بش فيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك الجديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط راح يكون أسفل الفيديو. خليكم معنا أصدقائي بعد الانترو. طبعا أصدقائي، سعر البيتكوين حاليا 19300، طبعا صار انخفاض لمناطق تقريبا 18000 دولار، وحاليا عندي ارتفاع لمنطقة 19330 دولار. طبعا قرار الفائدة راح يكون بعد 4 ساعات من الآن. طبعا كل المحللين او جميع الخبراء الاقتصاديين بتوقعوا ارتفاع الفائده بنسبه ما بين 0.5 الى 0.75 نقطه اساس، اللي هي ممكن تعمل سعر الفائده ما بين 3% الى 3.25%. طبعا هاي النسبه هي 83% من المحللين او 3% من المجتمع الامريكي بتوقع ارتفاع هاي النسبه المتوقعه. اما بالنسبه اللي هي النسبه المخيفه بالنسبه لنا لسوق العملات المشفره، اللي هي ما بين 3.25 الى 3.5، يعني تقريبا ما بين 0.75 نقطه اساس الى نقطه اساس كامله، يعني يصير دمار للعملات الرقميه، يصير انخفاض البيتكوين، ممكن يلامس منطقه 16000 دولار. طبعا هاي النسبه هي 17%، نسبه ضئيله جدا. طبعا اغلب المحللين بيتوقعوا ارتفاع نسبه الفائده ما بين 0.5% الى 75%. وهذا توقعي الشخصي أصدقائي للانخفاض الأخير اللي صار للبيتكوين. أنا بتوقع هذا الانخفاض هو للأكودة الفيوتشر، وبعدها يصير ارتفاع عكسي. طبعا أصدقائي، ما بيتم الانخفاض مستمر، طبعا في أشخاص فاتحين صفقات شورت بسبب قرار الفائدة حاليا، ممكن يصير عملية الأكودة لصفقات الشورت. طبعا نشوف قرار الفائدة الأخير أصدقائي. قرار الفائدة الأخير اللي طلع تقريبا يوم 27/7/2022، ارتفع الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس، لما كان الفائدة بنسبة 1.75%، حاليا 2.5%. ارتفع الفائدة بالمرة السابقة تقريبا 0.75%. طبعا ارتفع البيتكوين بهذيك اللحظة في لحظة إطلاق الفائدة أو في لحظة إعلان عن سعر الفائدة، ارتفع البيتكوين نسبة تقريبا 20% أو 18%، خلينا نعمل قياس للسعر، تقريبا 18% ارتفع البيتكوين. حاليا إذا بيتم رفع فائدة 75 نقطة، أنا بتوقع يصير نفس الارتفاع، ونشوف البيتكوين بمناطق تقريبا 23000 دولار. وإذا تم الرفع بنسبة 0.5، أنا بتوقع البيتكوين يتجه إلى المقاومة التالية، اللي هي مقاومة 25000 دولار. مقاومة 25000 دولار أصدقائي مقاومة عنيدة جدا، فشلنا بكسرها تقريبا 3 مرات. هلا هدفنا أصدقائي اختراق 20800، طبعا وبعدها بصير عندي، ممكن يصير عندي حركة سعر عرضي ما بين 25000 إلى 23000، وبعدها ممكن يصير عندي كسر، لكن هذا كله بيتعلق بسعر الفائدة اللي راح يطرح بعد 4 ساعات من الآن. لايك أصدقائي، أنا متفائل جدا حاليا بالفائدة، ومتفائل بسوق العملات المشفرة. أنا بتوقع اليوم انفجار لسوق العملات المشفرة، لكن توقعات بتخيب إذا ارتفعت الفائدة بنسبة 1%. إذا ارتفعت الفائدة بنسبة 1%، طبعا مستبعد هذا الشيء أصدقائي، لكن هذا الأمر لازم نحطه في الحسبان. طبعا لحد الآن غير معلوم كم نسبة اللي راح ترتفع، لكن أنا متوقع ترتفع ما بين 50، يعني 0.5 أو 0.75 كحد أقصى. هذا توقعي الشخصي. طبعا بالدولار، طبعا الدولار أصدقائي كسر قمته الأخيرة، اللي هي قمة 110.600، كسر القمة، وحاليا نحن بمنطقة 110 نقط. بالنسبة لعملة تيرا لونا أصدقائي، خلينا نشوف عملة تيرا لونا. طبعا أصدقائي راح أتكلم عن عملة تيرا لونا، راح أتكلم عن عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا أصدقائي متوقع ارتفاع لعملة تيرا لونا أكثر من ارتفاع اللي راح تشوفه عملة تيرا لونا كلاسيك. سبب ارتفاع عملة تيرا لونا أصدقائي راح يكون بسبب خروج البائعين وانتقالهم إلى لونا كلاسيك. طبعا شفنا انخفاض بعد كسر القمة بنسبة تقريبا 60%، ونحن قريبين عن نقطة الانطلاق. طبعا نحن مرتفعين عن نقطة الانطلاق اللي انطلقت منه العملة، مرتفعين تقريبا 50%، على عكس عملة تيرا لونا كلاسيك. عملة تيرا لونا كلاسيك مرتفعة من قاع الانطلاق إلى حد الآن
تقريبا 3x. طبعا زقايق هذا الشيء بيعطي إيجابية لعملة تيرا لونا. ممكن حيتان اللي خرج من عملة تيرا لونا كلاسيك بالأمس ممكن يدخل بعملة تيرا لونا الآن. حاليا عم نمشي بممر عرضي، إذا تم الكسر أصدقائي فهدفنا الـ4 دولار إلى الـ5 دولار في الأوقات القادمة. أنا راح أخزن من عملة تيرا لونا وراح أخزن من عملة تيرا لونا كلاسيك. هاي العملات إذا ارتفع البيتكوين ممكن ينفجروا هم أيضا. طبعا حتى عملات اللونا مثل لونا كلاسيك وتيرا لونا 2.0 عم ترتفع ارتفاع أكثر من البيتكوين في حال ارتفاع البيتكوين. طبعا شفنا في ظل انخفاض البيتكوين عملة تيرا لونا كلاسيك وصلت إلى تقريبا 32، حققنا منها مرابح على القناة العامة. وحاليا رح نرجع نخزنها مرة ثانية بهاي المناطق. نحن حاليا عند ترند، هذا ترند أصدقائي ممكن نتجه فيه إلى منطقة 33، وإذا كسرنا هاي المنطقة العنيدة اللي هي منطقة التجميع ممكن نتجه إلى منطقة ما بين 3.4 إلى 3.5. لونا أصدقائي أنا بتوقع تتجه إلى منطقة الأربعة خلال 48 ساعة القادمة. راح أخزن من هاي العملات. طبعا لازم تترك بمحفظتك USDT، هو كالرصاص في الحرب. نشرت هاي التغريدة على تليجرام. USDT في هاي المناطق أصدقائي وفي هاي الأوقات مهم جدا. طبعا تخزين USDT أصدقائي إذا طلع الفيدرالي أو قرار الفائدة سلبي طبعا وصار انخفاض بالسوق بتقدر تشتري من القاعة، لكن طلع إيجابي أصدقائي ونحن داخل السوق فهذا أمر رائع جدا جدا. طبعا تدخل من رأس مالك أو بالمحفظة، طبعا تدخل ب25 أو 50% إذا بتشتغل سبوت. إذا بتشتغل فيوتشر بتقسم رأس مالك الكامل إلى قسمين، قسم بتحطه بالسبوت وقسم بتحطه بالفيوتشر، والقسم الموجود بالفيوتشر بتدخل فيه ب10% من رأس المال. وضح أصدقائي. أما بالنسبة لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك، إلى حد الآن ما في عندي أي عمليات حرق جديدة، لكن انضمت منصة CEX إلى حرق عملة تيرا لونا كلاسيك. حاليا عم ننتظر بدء عمليات الحرق مرة أخرى. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.